صحيح الكلام اللي سمعته صحيح 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 يا اخوي الخبيث صح يا فضيحتي قدام المعازيم انا عازم الحاره كلها الله يسامحك يا استاذ الله يسامحك يا ولد اخوي سيف اخوي انا ما بقى ازوج بنتي حال مرشد ما بقى ازوجها حال مرشد ساعدني يا اخوي شوف لي صرفه معاك انا مستعد باللي تقوله يا اخوي قول انت ايش تريد بس وانا مستعد اسمع يا سيف Yeah.
قاعد ينتظرك. لو قلت لي ما اريدك يا سلمى كان ما تكون حالتي مثل اللي انا فيها الحين. انا ايش ذنب تسوي فيني هذا؟ وايش ذنب حسان؟ تحقبوا بذنب اخوه. ايش ذنبنا احنا الاثنين؟ قبلني يا ابوي. ايش ذنبنا احنا الاثنين؟ سامحيني يا بنتي، ما كان قدامي غير اني اتصرف هذا التصرف. ارضي بالواقع، ارضي بامر الله سبحانه وتعالى. هذا قدر غسان، هذه خيانته، هذا ظلم الظالم. بس وين؟ وين بيروح من حساب ربنا؟ وين؟ بالزواج حسان اللي صغرني بثمان سنوات واللي عاملني مع مرد الأخت الكبيرة حسان اللي حاجة لدروسه. حسان يا ناس، بالزواج حسان، حسان ما يصير زوجي. أي ظلم أقوى وأشد من هذا الظلم؟ أي بس يا سلمى، بس يا كبيرة، بس بعد جالس يناديني الكبيرة، ما قادر ينسى يعاملني مثل أختي الكبيرة. أنا زوجتك يا حسان، زوجتك يا حسان، أنا زوجتك. حكم علي وعليك حسان إنه نتزوج، هو يهرب، أبو يا أمي جاي يصلح الخطأ، صلح بخطأ أكبر منه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا سلمى خلاص، هذا الواقع ولازم نعيشه. أنا ما كنت أقدر أرفض كلام أبوي وعمي وأشوفهم قدام عيوني محتارين وما عارفين ويش يسويوا. كنت تريدين أسوي مثل غسان أهرب؟ غسان ضاع بعد ما ترك القرية، غسان انتهى من حياتنا كلنا، غسان مات من حياتنا، مات مات. صحيح يا حسان، غسان مات، خلاص مات، واللي سواه قرأت على الفاتحة. خلاص غسان مات، ما لازم يكون لأي ذكرى في حياتي يا الظالم. بس يا بنتي بس، لا تسوي في نفسك كذا. استغفر الله العظيم، استغفر الله. ايش هذا اللي سويته مع اهلي؟ يا الله، الندم بيقتلني. يا ريت لو قلت لهم اني ما اريد سلمى، يا ريت لو خبرتهم من البدايه اني اعتبرها مثل اختي وما اقدر اتزوجها. انا لازم اصحح الاخطاء اللي ارتكبتها، واول هذه الاخطاء هي سميرة. غسان، أعوذ بالله، شال حلم الكيف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله بتكون بخير يا غسان. الله يجازيك يا غسان على اللي سويته فينا وفي أبوك. أنا بموت، أنا بموت، أنا بموت، أنا بموت.
مريض وعادي زين. خير يا خميس؟ بينقلوه المستشفى. سميرة، الأخ صالح المدير المالي السابق يريد مقابلتك. وبعد في وجه يريد يقابلني؟ خليه يطلع برا الشركة، إنسان خسيس وحرامي. عندك حق في كل كلمة تقوليها عني، وأنا أعترف بخطائي كلها، وأعترف الحين إني افتريت على عبد الحميد، لذلك أنا ما قادر حتى أشوف على وجهه أبدا. اطلع برا بسرعة. اطلع برا، اطلع. وانت اطلع معه. انا اطلع برا، لكن بعد ما اقول اللي عندي، لاني اعترف بجميل وافضال هذه الشركة علي. أنا عرفت إن الأستاذ عبد العزيز رافع عليك قضية يطالب فيها بحقوق اللي ورثها عن أمه. عبد العزيز كل همه إن هذه الشركة تكون ملكه بالكامل، ويخطط إنه يريد يشتري حقوقك منها، طبعاً بعد ما يعرف نصيبه اللي ورث عن أمه. إيش؟ قول اللي عندك يا صالح. كمل كلامك. صحيح ان عبد العزيز ورث امه، هذا لانه ورث امه موجود معك في الشركه، بس الشيء اللي ما تعرفيه واللي حاول عبد العزيز يخفيه عن الجميع هو ان المرحومه امه وصيت من خلال وصيه مكتوبه ان كل اموالها تروح لاعمال الخير. Thank you.
يعني عبد العزيز ما راح يكون شريك معك في هذه الشركة. وهذه نسخة من الوصية علشان تعرف الحقيقة كاملة. تأكدي من صدق كلامي. كل هذا الكلام اللي قاله هذا الخسيس كذب وسوخ. وهذه الحقيقة. هذه الحقيقة يا أستاذة. استدعاء من المحكمة لحضور الجلسة. فضلت إني أجيبه بنفسي. وبعدين بتعرفي من هو صاحب الحق. عن إذنك. كل الكلام request in English. Would you like some coffee? Would you like a cup of tea? Muna, are you all right? Yes. You sure? I'm okay. I need to go. All right. So, in fact, the answer would be yes, I would, or no, I wouldn't. Would you like a cup of coffee? Yes, I would. Good. Would you like a cup of tea? No, I wouldn't. Oh, excuse me, miss. Yes. I want to give Mona something. Okay. Thank you. When I was a little girl, I would go and visit my grandmother. ما في فايدة. تليفونه مسكر. ما أعرف عبد الله. أنا ما مطمنة. حاسة إن غسان صار له شيء. لا تخافي يا منى واطمني، غسان إن شاء الله بخير. كل ما في الموضوع إنه هو رايح للبلد يرتاح يومين بس. لا يا عبد الله لا. أنا ما مطمنة. حاسة إن غسان صار في شيء. هو قال لي إنه اليوم راح يكون موجود وما جاء. وهذا أنت تتصل فيه وتليفونه مغلق، وأنا أتصل فيه وتليفونه مغلق. يا بنت الحلال، هذا ما معناه إن غسان صار له شيء لا سمح الله. يمكن المكان اللي هو فيه رسالة ضعيفة. انت بس خليتي الحين وبكره اذا غسان ما اتصل او ما جاء اوعدك اني ادور عليه بنفسي وان شاء الله حتى اروح للبلد. خير عبد الحليم. هيئي نفسك عشان جلسة المحكمة بكرة. يعني المصايب ما تجي إلا مرة واحدة. صار شيء لا سمح الله. لا بس متضايقة. البارحة أمين تأخر على البيت. وبصراحة هذه اليومين تصرفاته مو عاجبتني، خايفة عليه. بكرة بيكبر وتطمني عليه. ونقدر مع بعض نخلي رجال يعتمد عليه. هذا إذا حبيتي إننا نتشارك في تكوين شخصيته. بالحبيب إحنا تكلمنا قلنا إن لو نأجل هذا الموضوع أفضل لغاية ما نخلص من موضوع عبد العزيز. موضوع عبد العزيز منتهي بالمعلومة اللي جابها صالح. يا ريت يا ريت يا عبد الحميد يا ريت.
صدقتيني الحين ان غسان جاي يخطبكتي؟ ها هو اصل يا بنتي جاي في الاصل يخطبك لنفسه حسب ما قال لي، لكن يوم مسكين وصلني اتفاجأ في المقلب اللي مسوي لي اياه حيانه. عجب، في حد في الدنيا يرضى يزوجون اهله غصبا عنه؟ هلا ما ناس حشا ما ناس. ايش تشير علي يا حسن عم؟ اول شيء يا بنتي انت خلينا نخلص من سالفه التوكيل هذه، وبعدين نكمل تفكيرنا في موضوع غسان، وانا ان شاء الله بوديك بنفسي لغايه عنده في مسقط. يلا عيل نلحق المحكمه قبل ان يخلص دوامهم. يصير المحكمه؟ يلا خلاص ارمي. بعدنا من انطلاق ان شاء الله. انا وراك بالزمن طويل يا مرشد.
ولدي انا سوي كذي. انا ما قاعد اسوي شيء، انا زمان بس وياس انظف انفي. تفتكرني غربية يا الحقير؟ اطلع برا، اطلع برا بسرعة، اطلع برا. انا انت لص وحقير ودنيه. اطلع برا، اطلع برا. ايش صاير؟ ليش اللي صاير هناك؟ اخوك الاستاذ المحترم مختلف غرفته وقاعد يشم. ايش امين؟ اطلع برا قلت لك اطلع برا. ما انت بهذه الطريقه ما تشجع يمين انه يصلح اخطاء اللي ارتكبها. انت بهذه الطريقه تخليه يتمادى في الخطا. خلاص يا منى، خلاص امي ما تريدنا، ملت منا. اليوم تطردني منا، بكره يجي الدور عليش. انا طالع يا امي، طالع. امين بعدين عبد الله شو نسوي؟ ما اعرف شو اقول لك يا منى. انا بنفسي رحت للبيت امس، لا حصلته في البيت، لا هو ولا امه، البيت مظلم. امه؟ ايوه. بس هو قايل لنا اهله في البلد. هو صحيح اهله في البلد، بس امه ساكنه معاه. حتى انا مره من المرات رحت حق غسان في البيت وكلمت امه. أه طيب واحنا ليش جالسين ننتظر؟ ليش ما نروح للبيت؟ يمكن حصله هو ولا امه. انا ما عندي مانع، يلا نروح. يلا. طمني يا أم أمين، إن شاء الله القضية راح تكون محسومة من صالحك أو من صالحنا احنا الاثنين. عبد الحميد الله خلي قبل أروح المحكمة، أبي أوصل مكان شوية، ما بتأخر فيه، بقعد شوي وبجيك على طول السيارة. إن شاء الله ولا يهمك. قلت لك رحت البلد ورجعت نفس اليوم، بس انت كذاب، كذاب وقاعد تلعب لعبه دنيئه يا غسان.
انت اكيد اكيد متزوج وحده ثانيه وكنت معاها البارحه واللي قبلها. اعترف بهذا الكلام صح ولا لا؟ انا ما عندي كلام ثاني غير اللي قلته. تبي تصدق اهله وسهله، ما تبي خلاص انت حره. انت كذاب ولازم تعترف لي بالحقيقه يا غسان، ولازم تعرف شيء واحد، انك انت صرت ملكي انا وبس. الظاهر ان غسان وامه يتنازل، خلينا نطلع احسن. ام غسان عصبيه وخاف انها تطردنا. اي ام غسان؟ منى، هذا الصوت امي. انا امي انا سميره. انت تغلق طارق. لا طارق، لا لا غسان. ايش اللي جابك هنا؟ ليش كذبت علي؟ ليش ما قلت لي انك متزوج امي؟ امي يا ظالم ظالم. من الظالم؟ منكم الظالم؟ من ظلم من؟ الكلام؟ انت متزوجة هذا الولد؟ طيب ليش ما اعترفتي لي انك انت متزوجة؟ لا انا ما ممكن اصدق، انا ما اصدق. عبد الله شفت امي متزوجة غسان، وغسان يريد تزوجني انا. منى ارجوش تهدي ارجوش، كل شيء ممكن يتصلح. انا ندمان على كل شيء، ندمان. انا ما اريد غيرك انت. اتركي انت عن بنتي يا ظالم. حبيبتي تعالي تعالي حبيبتي. عبد الله ارجوك عبد الله سوي شيء. أستاذ عبد الحميد أرجوكم سوي شيء. لا 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 يصير أطلع معاش، زوجش ما يوافق، وبعدين بتستوي مشاكل.
مشاكل ما تستوي، بعدين بيطلقك. لا منى حبيبتي، خلاص خلاص. لا ما خلاص، ليش خلاص؟ نحن اليوم لازم نحتفل، لازم 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 نغني، لازم نرقص، لا 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 لازم نحتفل بعرسك انت وغسان. انت حتى ما عزمتينا بعرسك، ليش ليش كذا؟ انت على الكيكة اللي ناكلها عنك، انت ليش كذا؟ قبل لا يصير فيها حاجة أكثر من كذا. ومين متزوجة غسان؟ غسان يريدني أنا، يريدني أنا. لا لا تخلوها تروح معها، لا منى لي أنا وبس، لا تخلوها تروح معها، لا لا لا. الأرض ما تنفع لو ما تسقيها بدم، ولا